بهذا الفيديو راح نحكي عن المعادلات التفاضلية اللي هي second order من الدرجة الثانية، بس هالمرة راح ناخذ النوع الآخر اللي هو non-homogeneous differential equations. احنا قلنا وشفنا بالفيديوهات السابقة انه المعادلة التفاضلية اللي هي الhomogeneous او الhomogeneous تكون تساوي صفر، يعني عندي y ومشتقات الy مثلا، هذه معادلة تفاضلية نوع homogeneous، هذه تحل مثل ما أخذنا بالطريقة السابقة أو الفيديوهات السابقة وشرحنا طرق حلها. هسه في هذه النوع اللي هي non-homogeneous، فمعناته هنا أنا ما عندي صفر، عندي معادلة أو عندي فد حد خاص بالأكس، يعني تكون المعادلة اللي هي غير متجانسة إذا كان عندي بعد المساواة f of x، أو كان هنا مثلاً ويساوي صفر فنعبر اللي يساوي فيصير الـ f of x هنا، هذه يسموها non-homogeneous، هذه هي homogeneous. الـ non-homogeneous لها طرق مختلفة في الحل، لها طرق مختلفة في الحل. راح ناخذ طريقتين، الطريقة الأولى اللي يسموها هي الـ undetermined coefficients، undetermined coefficients. هذه الطريقة اللي هي Undetermined Coefficients يقول هذه الطريقة تشتغل في حال كانت هذه الـ f of x واحدة من ثلاث أنواع، إما تكون الـ f of x polynomial، هاي النوع الأول أو الحالة الأولى، أو تكون exponential، أو تكون sine or cosine. بهذه الحالات إذا كانت الـ f of x واحدة من هذه الأنواع فإحنا نقدر نحل بهذه الطريقة اللي هي الـ undetermined coefficients. طبعا إحنا نعرف الـ polynomial هو يعني مثلا x تربيع زائد واحد، هذا polynomial، مثلا x أس 4 زائد x أس 3 ناقص مثلا 4x، هذا polynomial. حتى العدد مثلا 5 هذا ايضا يعتبر polynomial باعتبار هو مضروب في x اس 0، هذه كلها انواع من البولينوميالز. الاكسبوننت الاكسبوننشال فانكشن اللي هي الاي مثلا to the x، e to the minus x مثلا الى اخره، هذه كلها يسموها exponential functions. الساين او الكوساين اكيد معروفة، ساين مثلا x أو كوساين مثلا x على 2 إلى آخره، فأي نوع من أنواع هذه المعادلات أو هذه المقادير الجبرية بالنسبة إلى x جت هنا إحنا نقدر نحل المعادلة الغير متجانسة، طبعا من الدرجة الثانية، لاحظ أنه أعلى مشتقة عندي هي 2، أحلها بهاي الطريقة اللي هي الـ undetermined coefficients. راح ناخذ ثلاث فيديوهات أنه لكل حالة، يعني إذا أخذ مثال للبولينوميال وأخذ مثال للإكسبوننتس وأخذ مثال للساين والكوساين ونحلها. الطريقة شو تقول؟ تقول إنه أنت مثلاً إذا نجي على البولينوميال، بهذا الفيديو راح أشرح عن البولينوميال. بالبولينوميال مثلاً إذا خلي أخذ نفس المثال اللي موجود عندي هنا اللي هو y دبل برايم ناقص 4y تساوي 8 x تربيع، y double prime ناقص 4y تساوي 8x تربيع. لاحظ الله هنا كانت هذه صفر، كان قلنا هذه homogeneous وحليناها بالطرق المعروفة، زين هذه يسموها homogeneous، ونلاحظ انه الـ f of x هي عبارة عن polynomial، اذا نجي على طريقة حلها باستخدام البولينوميال. هذه الطريقة شو تقول؟ تقول انه انت تحل هذا الجزء، هذا الجزء اللي يسموه الهوموجينيوس بارت، تحله وتستخرج الواي يسموها واي اتش، يعني واي للجزء الهوموجينيوس، هذا نحله بالطرق السابقة، يعني نحول الى نفرض الحل e to the mx وندخل ال e to the mx على المعادلة ونعوض ونشتقها مرتين ونطلع عام مشترك، ونفس الطريقة اللي حليناها بالفيديوهات السابقة نستخرج قيمة الواي هوموجينيوس، هذه يسموها واي P. هذه يسموها y p، هذه راح نجي نفرضها،
هذه تعتمد على الفرضية. يعني شنو نفرضها؟ يقولون هذه ما دام هي بولينوميال فراح تبدي الفرضية مالتها بعد ما أكمل حل هذا لازم أحل هذا، وبالناتج من أكمل أقول الواي أكس يعني الحل الكامل للمعادلة هو هذا الحل زائد هذا الحل. يعني من راح أكمل راح أقول الحل النهائي الواي أكس هو الحل الجزء الهوموجينيس والحل الجزء النون هوموجينيس، مجموع الحلين هذا احنا نعرف نحله، وهذا مجرد عملية جمع. احنا نريد نعرف هذا شلون نحسبه. هذا حتى نحسبه قلنا عندنا ثلاث حالات بهاي الطريقة، اما بولينوميال اما اكسبوننشيال اما ساين وكوساين. بهذا الفيديو راح نشرح البولينوميال. هذا البولينوميال حتى احله اقول راح افرض الواي بي اللي هي راح تكون الحل افرضها فت بولينوميال من درجة هذا، هذا ما دام هو تربيع. اذا راح اقول هنا انا عندي البولينوميال مالتي هو اكس كي 2 اكس تربيع زائد كي 1 مضروب في اكس زائد كي نوت. هاي الفرضيه افرضها بولينوميال كامل، الكي هي عباره عن ثوابت، ولذلك هي يسموها undetermined coefficients يعني المعاملات الغير محدده. احنا وظيفتنا او اللي نريد نسوي الهدف من هذه الفرضية اريد اوجد قيم الـ K2 والـ K1 والـ K0، وهسه راح نتعلم شلون راح نوجد هذه القيم. وبالنتيجة من راح احل واوجد القيم الـ YP هي راح تمثل حل جزء الـ Non-Homogeneous. بس ليش اختاريت 2 نا تربيع بديت بي؟ لان البولينوميال بالسؤال هو 2، ما لي علاقة بهاي الثمانية، هاي الثمانية وجودها وعدمها نفس الشيء، يعني هذه ما تأثر على الحل. يعني حتى لو كان هاي يساوي X تربيع كان الحل نفس الشيء. بينما لو كانت مثلا X تكعيب كان هنا بديت من K3، أقول K3 X تكعيب زائد K2 X تربيع زائد K1 X زائد K0. فهذه الفرضية تبدي من أعلى باور موجود عندي بالسؤال، ما دام تربيع أبدي من التربيع وأنزل. زين أوكي، هسه فرضنا هذا الفرض، بعدين شو نسوي؟ بعدين نجي نشتق الـ YP. كم مرة اشتقها حسب السؤال؟ أنا هنا أنا عندي شنو؟ عندي دبل يعني مشتقة ثانية، درجة ثانية، فأحتاج اشتق مرتين حتى شنو؟ حتى أعوض بالمعادلة الأصلية. هذه هي المعادلة الأصلية، خلينا نسميها معادلة واحد. فهذه الـ YP اللي أنا فرضتها راح اشتقها مرتين، هاي المرة الأولى واي داش بي، ليش مرتين؟ لحتى أوصل هنا للثانية. فهذه شنو المشتقاقها؟ هذا ثابت أعتبره رقم، إذن 2 في K2 X زائد مشتقة هذه K1، هذا مشتقة صفر لأن هذا ثابت، إذن هاي المشتقة الأولى. المشتقة الثانية واي دبل برايم بي تساوي أشتق هذه 2 K2 وهذا مشتقة صفر. زين هسه شو نسوي؟ راح نعوض هذه الفرضية مالتي بالمعادلة الأولى، بالمعادلة اللي هي مال السؤال كاملها. فأقول هنا أنا put in equation 1، أجي هنا أنا الـ y double prime هي منو؟ الـ y double prime هي هذه 2k. طبعا هنا أنا احنا قلنا لازم نحل هذا الجزء الـ non-homogeneous ونطلع الـ H، هذا طبعا هو احنا حليناه بالفيديوهات السابقة نفس الفكرة ايضا، هذا نحله. يلا نجي على الـ YP، Y تساوي EMX نفس الفكرة، بعدين هنا اشتقها مرتين، هاي راح تصير MEMX، والـ Y double prime راح تصير M تربيع EMX، وعوضها بالمعادلة فراح تصير هنا M تربيع EMX ناقص 4 EMX، بس الجزء الهوموجينيس وساويها بالصفر. هنا انا اطلع الـ EMX عامل مشترك نفس الفكرة، حصير M تربيع ناقص هنا انا 4 تمام تساوي صفر، هذا مستحيل يساوي صفر، اذا M تربيع ناقص 4 يساوي صفر، اذا M تربيع يساوي 4، اذا M راح تساوي هنا زائد ناقص 2. يعني هنا الـ M1 طلع لي زائد 2 والام 2 ناقص 2. اذا حل الهوموجينيس اقول الواي اتش مثل ما تعلمنا اللي هو جذور هنا مختلفه
فما احتاج اضرب باكس، يعني اذا كانت الجذور قلنا متساويه نضرب في اكس، فراح يصير اي في الجذر الاول هو 2x c1 زائد اي جذر الثاني c2. هذا حل الهوموجينيس اللي نعرفه، هذا استخرجناه. بقالي الواي بي، الواي بي افرضه على السؤال واشتق مرتين حسب السؤال، بعدين اعوضه بالمعادله الاولى، اعوض هاي الفرضيات مالتي اللي احتاجها بالمعادله الاولى. زين هسه نجي بوت ان اكويجن 1، y دبل برايم هو منو؟ يعني الواي بي هو هذا 2 k 2 ناقص 4 مضروب في y. الواي منو؟ الواي هي هاي الواي بي فرضيه مالتي الاصليه اللي هي k 2. طبعا هاي نقدر نسميها a b c او k، يعني هي اسامي متغيرات ما تاثر. x تربيع زائد k 1 x زائد k نوت، سد القوس طبعا تساوي 8 x تربيع. هسه احنا بالفرضيه مال هوموجينيس انا اخذت بس هذا الجزء وقلت شي يساوي، يساوي صفر لان هذا هوموجينيس وحليته وطلعت الهوموجينيس. هسه من اعوض بالفرضيه مال شنو مال نون هوموجينيس اخذه كامل، ما اقول يساوي صفر، اقول يساوي هذا اللي معطاه بالسؤال. فهنا ال8 راح تفيدني هنا فقط، ال8 راح تفيدني هنا تاثر على القيم اللي راح تطلع هنا بس ما تاثر على الفرضيه، يعني هذا الرقم ما راح ياثر على الفرضيه، الفرضيه تتبع الاكس والاس مالته. زين هسه ايش راح اسوي؟ هذه معادله ابسطها واستخرج قيم الكي2 والكي1 والكي نوت. هذه ادخل السالب 4 راح يصير 2 كي2 ناقص 4 كي2 اكس تربيع زائد كي1 عفوا ناقص 4 كي1 ناقص 4 كي1 اكس وناقص 4 كي نوت ويساوي 8 اكس تربيع. نلاحظ انه لازم شوي نرتب الترمز، يعني شنو؟ يعني مثلا جماعة الاكس تربيع تجي بالبداية وراح يصير ناقص 4 كي 2 اكس تربيع، بعدين جماعة الاكس اللي هو هذا بس ناقص 4 كي 1 اكس، بعدين الحد الثابت، الحد الثابت اللي هو ما بي اكس هذا وهذا، يعني يصير زائد 2 كي 2 ناقص 4 كي نوت. هذا الترتيب مهم حتى نحل المعادلة بصورة صحيحة. زين هسه نرجع الفرضية اللي احنا نعرفها، وانه اذا عندي معادلتين بهذا الطرف يعني طرفين، فمعاملات الاكس تربيع تساوي معاملات الاكس تربيع، ومعاملات الاكس تساوي معاملات الاكس بالطرف الثاني، والحد المطلق يساوي الحد المطلق بالطرف الثاني. هنا معامل الاكس تربيع هو 8، هنا معامل الاكس تربيع هو منه؟ هو سالب 4 كي 2، اذا سالب 4 كي 2 يساوي 8. من هذه اقدر استخرج الكي 2 راح تساوي 8 على سالب 4 وراح يساوي سالب 2، اذا استخرجت قيمة الكي 2. زين بقالي منه؟ بقالي هذا الكي 1. هنا انا ما عندي اكس بالطرف المقابل، اذا معامل الاكس هو 0، يعني كأنما دا أقول زائد صفر مضروب في x زائد صفر، ما يأثر، صفر يقابل الحد المطلق وصفر x يقابل معامل الx، إذن سالب 4 k1 راح يساوي صفر. إذن k1 سالب 4 k1 يساوي صفر، إذن k1 راح يساوي أيضا صفر لأنه أقسم سالب 4 على صفر. بالنسبة للحد المطلق سالب 4 كي 1 اكس ناقص 4 كي نوت يساوي صفر. هنا انا بس خل اتأكد كي 1 يطلع صفر بالضبط، اوكي كي 1 يطلع صفر صحيح. زين هنا أنا هذا الحد المطلق ايضا يساوي صفر بالطرف المقابل، ما عندي هنا حد مطلق. لو كان عندي مثلا، لو كانت المعادلة 8 اكس تربيع زائد 1 كان قلت هذا الحد المطلق يساوي 1، بس هنا ما عندي صفر. اذا هذا الكي، هذا الكي 1 يطلع عندي صفر، وهذا راح يروح الحد ما له قيمه، وهنا الكي نوت ايضا راح يصير صفر، الكي نوت ايضا راح يصير صفر. فاذا الكي 1 صفر والكي نوت صفر، عندي بس الكي 2 هو سالب 2، طلعت قيمه الكي 2. اذا الواي بي مالتي هسه راح اقدر استخرجها،
الواي بي هذه، هذا طلع صفر وهذا طلع صفر وهذا طلع سالب 2، اذا الواي بي راح تساوي سالب 2 اكس تربيع. اذا الحل النهائي واي اكس راح يساوي الحل الهوموجينيس اللي هو هذا اي 2 اكس سي 1 زائدا سي 2 اي سالب 2 اكس زائد الحل اللي فرضته اللي هو ناقص 2 اكس تربيع. هذا الواي اكس هو راح يمثل حل المعادله التفاضليه الغير متجانسه بهاي الطريقه، حل المعادله التفاضليه الغير متجانسه non homogeneous second order differential equation. هاي طريقه الاندترمند كوفيشنتس، وهاي الطريقه على افتراض انه الاف اوف اكس مالتي بولينوميال. اكو ملاحظه كلش مهمه، ملاحظه شو تقول؟ تقول انت هنا من حليت الهوموجينيوس وحده وهنا حليت الواي بي، اكو علاقه بين الاثنين الحلين او هذا الحل الهوموجينيوس راح ياثر على هذا؟ الجواب نعم ياثر، وكل حاله من هاي الحالات الثلاثه راح ياثر بصوره تختلف عن الاخرى. بالبولينوميال يقولون بالبولينوميال اذا واحدة من الجذور مال حل الهوموجينيوس طلعت صفر فلازم تضرب الفرضيه مالتك كلها في اكس وتحل. اعيدها، اذا حل الهوموجينيوس مالتك مو هنا راح تطلع هنا سكند اوردر، راح تطلع كم ام؟ راح تطلع 2. اذا واحد من الامات طلع صفر فتضرب الفرضيه مال واي بي باكس كلها، اذا اثنيناتهم صفر تضربها في اكس تربيع. هذا يسموه موديفيكيشن، هذا يسموه موديفيكيشن. يعني هنا لازم ننتبه للجذور مال هوموجينيوس بالنسبه للبولينوميال اذا طلعت صفر. هسه بالنسبه لهاي الانواع غير حكي، راح نجي ناخذه بالفيديو القادم. بالبولينوميال اذا طلع واحد من الجذور صفر نضرب الفرضيه مالتنا في اكس، اذا اثنيناتهم صفر نضربهم في اكس تربيع. انا هنا ليش ما ضربتها في اكس؟ لانه الجذور طلع لي واحد سالب 2 والجذر الثاني طلع لي موجب 2، ولا واحد بيهم صفر، اذا ما اضربها في اكس، ما اسوي موديفيكيشن، اذا هذه نو موديفيكيشن. ليش؟ لانه بما انه هي بولينوميال والفرضيه مالتي الجذور ولا واحد بيهم صفر، اذا ما بدون تعديل افرض بولينوميال عادي كامل. خلينا ناخذ مثال على التعديل حتى نشوف شلون راح نحله. المثال خلينا نقله منه y دبل برايم ناقص y برايم يساوي 6 اكس تكعيب. هذا المثال y دبل برايم ناقص y برايم يساوي 6 اكس تكعيب. هسه هذه نون هوموجينيوس لان ما تساوي صفر، وهذه فرضيه البولينوميال. اول شيء احل الهوموجينيوس بارت، فهنا انا بنبدي احل، اقول هنا راح اقسم هاي نصين، اقول هنا الهوموجينيوس بارت يعني الجزء الخاص بالهوموجينيوس، وهذا الجزء الخاص بالفرضيه مالتي الواي بي. هنا هستخرج الواي اتش وهنا الواي بي. الهوموجينيوس احنا نعرفه نفس الكلام، ليت y تساوي e m x، إذن y prime يساوي m e m x، و y double prime يساوي m تربيع e m x، وأعوض هذه بالمعادلة. طبعا المعادلة ماتي هذه لازم تساوي صفر باعتبار دا أحل الهوموجينيوس، أعوضها بيها فراح يصير m تربيع e m x ناقص هذه m e m x يساوي صفر. استخرج اي ام اكس عامل مشترك فراح يبقى لي ام تربيع ناقص ام يساوي صفر. هنا هذه ما ممكن تكون تساوي صفر، اذا هذا حيساوي صفر، ام تربيع ناقص ام يساوي صفر. فهنا انا شنو راح يصير؟ استخرج ام عامل مشترك، ام ناقص واحد يساوي صفر، فاما ام يساوي صفر اور ام تساوي واحد. نلاحظ انه بالحل طلع عندي احد الجذور صفر، اذا لازم اعدل الفرضيه مالتي اضربها في اكس لان طلع صفر، لو اثنيناتهم صفر اضربهم في اكس تربيع. فهنا الفرضيه مالتي الواي بي شلون افرضها؟ انا اعلى اسجل عندي هنا 3 عندي مو تربيع، فاقول هنا كي 3 اكس تكعيب زائد كي 2 اكس تربيع
زائد كي اكس اس واحد كي وان زائد كي نوت. هاي الفرضية. اكو موديفيكيشن؟ اي اكو موديفيكيشن لانه جذر صفر. اذا هذه كلها راح تضرب في اكس، وبالتالي الواي بي ماتي راح تصير كي ثلاثة اكس اس اربعة زائد كلها ضربة في اكس كي اثنين اكس تكعيب زائد كي وان اكس تربيع زائد كي نوت اكس. هذا الموديفيكيشن. لو كانت اثنين صفر كان ضربتها باكس تربيع، اذا ولا واحد صفر ما احتاج اضربها باكس. هذه بالنسبه بس للبولينوميال. زين هسه ايش راح اسوي؟ راح اشتقها مرتين فاقول واي برايم بي تساوي هذه 4 كي 3 اكس تكعيب زائد 3 كي 2 اكس تربيع زائد 2 كي 1 اكس زائد كي نوت. اشتقها مره ثانيه واي بي تساوي هذا هنا شنو هذا؟ لا هذا تكعيب، فيصير 12 كي 3 كي تربيع زائد 6 كي 2 اكس زائد 2 كي 1 هذا يصير صفر. اشتقيتها مرتين، اعوضها بالمعادله رقم 1 put in equation 1 اعوضها. هنا ايش راح يصير عندي؟ الواي دبل برايم هي هذه اللي هي 12 كي، خلص اصغر القلم شويه بن اوكي عوضها، هذه حصير 12 كي 3 اكس تربيع زائد 6 كي 2 اكس زائد 2 كي 1 ناقص ناقص. طبعا نفتح قوس لان هذا الناقص مضروب بالواي برايم كلها، والواي برايم هي هاي، فهي 4 كي 3 اكس تكعيب زائد 3 كي 2 اكس تربيع زائد 2 كي 1 اكس زائد كي نوت يساوي هذا الطرف 6 اكس تكعيب. هسه ايش راح اسوي؟ تبسيط جبري، راح اكتبها جوا هنا حتى تصير مساحة اكبر. راح ادخل السالب على هذا كله، فراح يصير عندي هنا 12 كي 3 اكس تربيع زائد 6 كي 2 اكس زائد 2 كي 1 ناقص 4 كي 3 اكس تكعيب ناقص 3 كي 2 اكس تربيع ناقص 2 كي 1 اكس ناقص كي نوت يساوي 6 اكس تكعيب. نرتب الحدود، نخلي جماعة الاكس تكعيب اول شيء. هنا انا عندي منو اكس تكعيب؟ عندي بس هذه، فيصير سالب 4 كي 3 اكس تكعيب. بعدين نجيب جماعة التربيع اللي هو هذا وهذا، فيصير هنا زائد 12 كي 3 اكس تربيع ناقص 3 كي 2 اكس تربيع. بعدين اجيب جماعة الاكس اللي هو هذا وهذا اللي هو زائد 6 كي 2 اكس ناقص 2 كي 1 اكس. بعدين اخر شيء الحد المطلق اللي هو هذا اللي بدون اكس وهذا، فيصير زائد 2 كي 1 ناقص كي نوت اوكي يساوي هذا الطرف 6 اكس تكعيب. لاحظ هنا ما عندي لا معامل اكس، يعني هاي صفر في معامل اكس تربيع زائد صفر في معامل اكس زائد صفر الحد المطلق، بس عندي 6 هو معامل اكس تكعيب. اذا الاكس تكعيب هذا حيقابل الستة، اذا سالب 4 خلي اخذ نفس اللون سالب 4 كي 3 راح يساوي 6. اذا هذا راح ينطيني كي 3 تساوي 6 على سالب 4 ويساوي على 2 بها 2 على 2 بها 3، هذا طلعت قيمة الكي 3 ناقص 3 على 2. زين بالنسبة للكي هذه المعادلة الأخرى اللي هي معاملات الاكس تربيع راح تصير 12 كي 3 استخرجت اني هذا،
فحيصير سالب في 3 على 2، هاي بيها 1 هاي بيها 6، حيصير 18. يعني راح يصير 18، هنا حيصير 18 اكس تربيع ناقص 3k2 اكس تربيع، عفوا ما اقدر اكتب الاكس 18، خل ارجع اكتبها كلها من جديد. هنا صير 12، عوض مكان الكي 3 اللي استخرجته هو سالب 3 على 2 اكس تربيع ما اكتبه، ناقص 3k2 شو تساوي؟ معامل الاكس تربيع هو 0، تمام. هسه هذه 1 هذه جت 6 في 3 ناقص 18 ناقص 3k2 ويساوي 0، وهذا راح ينطيني انقل 18 بالطرف المقابل كي 2 تساوي موجب 18، واقسم المعادله راح يصير الكي 2 تساوي ناقص 3 على ناقص 18 ناقص 18 على 3 ناقص 18 على 3 ويساوي ناقص 6. هذه الكي 2 زين. نجي على معاملات الاكس، معاملات الاكس اللي هي هنا 6 كي 2، 6 الكي 2 استخرجتها في سالب 6، 6 كي 2 اوكي ناقص 2 كي 1 ناقص 2 كي 1 يساوي جيد 0، معامل الاكس 0 زين. هنا 6 في 6 ناقص 36 ناقص 2 كي 1، وهذا راح ينطيني ناقص 2 كي 1 يساوي 36، اذا الكي 1 يساوي ناقص 36 على 2، وهذا قد راح ينطيني هنا انا هذه بيها 1 بيها 18 ويساوي ناقص 18، تمام. الكي 1 بقايا الحد المطلق، اخر شيء الحد المطلق هذا اللي هو 2 كي 1، كي 1 قد ناقص 18 استخرجتها ناقص كي نوت في يساوي 0، اذا هنا 18 في ناقص 36 صح، ناقص 36 ناقص كي نوت، وهذا ينطيني يساوي 0، ينطيني كي نوت يساوي ناقص 36. اذا استخرجت قيمة الكوفيشنز اللي هي قلنا هذه يسموها undetermined coefficients، اجي اعوضها وين؟ اعوضها بالفرضية مالتي الاصلية، هاي الفرضية الاصلية، واجمعها ويا ال y homogeneous اللي اني كتبتها لما كتبتها طبعا، فهنا ال y homogeneous، y homogeneous يطرح تساوي هنا c 1 في e اس 0 في x، يعني هذا 1 زائد c 2 في e اس 1 في x، هذه الواي هوموجينيس. الواي بي راح تصير هنا نجي قد قيمة الكي 3، يعني هي كي 3 في x اس 4 زائد كي 2 في x تكعيب زائد كي 1 في x تربيع زائد كي نوت في x. اجي اعوض القيم اللي استخرجتها هنا، انا طلع لي حسب الحل الكي 3 هو سالب 3 على 2، اذا الواي بي راح تساوي سالب 3 على 2 اكس اس 4، وعندي الكي 2 ايش قد طلع؟ الكي 2 سالب 6، سالب 6 اكس تكعيب، والكي 1 طلع سالب 18، سالب 18 اكس تربيع، والكي نوت طلع سالب 36، كي نوت سالب 36 اكس. اذا الحل النهائي، الحل النهائي نكتبه هو الواي هوموجينيوس زائدا الواي بي، هنا اخلي هذا المقدار كله زائد هذا المقدار كله راح يمثل الحل للديفرنشيال اكويجن. فالفكره من هذا السؤال او هذا المثال انه انا طلع لي احد الجذور هو صفر، فاحتاج اعدل الفرضيه مالتي مال بولينوميال اضربها في اكس. اما اذا ما طلع احد الجذور صفر فما احتاج اضرب في اكس، وطريقه الحل هي باستخراج هذه الكوفيشنتس
اللي هي قيم الكي وعوضها بالفرضية مالتي، وبالتالي هي راح تكون الحل للسؤال.